هاي، ازيكم؟ النهارده جينا الفيديو جديد. الفيديو النهارده هيتكلم عن الكروش او المعجب السري، ايا كان الشخص اللي انت هتحطه في دماغك النهارده. المعجب السري، الكروش، الصديق، ايا كان. هنا الفيديو ينفع لاي حد تحطه في دماغك او تحطه في بالك او تنوي عليه الفيديو. النهارده هنعرف الشخص ده شايفك ازاي، هنعرف الشخص ده ايه العيوب اللي شايفها فيك او ايه المميزات اللي شايفها فيك، هنعرف كمان ايه الحاجات اللي بتفرق ما بينك وبين الشخص ده خصوصا، يعني ايه المشاكل اللي بينك وبينه في الطاقه الحاليه. النهارده عندنا مجموعتين، اول مجموعه تبقى بالحجر الابيض اللي بالشكل ده، ده حجر على شكل يعني او على شكل عشوائي، كنت هقول شكل هرمي لكن هو مش عاطيني شكل هرمي قوي، لكن هو ابيض شفاف. دي اول مجموعه معانا، او لو حبيت تختار بشكل الكارت ده شكل الكارت او المجموعه. عايزين الحروف هحطها لكم في صندوق الوصف بحيث ان انت تختار اول حرف من اسم الشخص ده، من اسم الشخص اللي انت هتحطه في بالك. عندنا تاني مجموعه تبقى بحجر عين النمر، هو مش هيبقى باين قوي، مش عارفه انا باين ولا لا. حجر عين النمر، او هتختار بشكل الكارت ده. خد وقتك في الاختيار، تختار ما بين الاحجار او ما بين الكارت او ما بين اول حرف، ممكن نختار كمان تاني حرف من اسمك. يلا بينا مع بعض ناخد اول مجموعه اللي اختاروا الحجر الابيض او اللي اختاروا شكل الكارت ده. عايزين نعرف دلوقتي الشخص اللي انت حطيته في بالك او الكروش او المعجب السري. المعجب السري اللي انت بتكروش عليه او الشخص اللي انت حابب تقرب له ولكن مفيش اعتراف ما بينكو، القرايه دي بين شخصين ما يعرفوش حاجه عن بعض، بين شخصين مفيش ما بينهم كلام، بين شخصين بيراقبوا بعض بس في السر او بيبصوا بعض من بعيد لبعيد. يعني القرايه دي ما تنفعش ناس مرتبطه او يعني صرحت بالحب للطرف الاخر. طيب عايزين نعرف الشخص ده شايفك ازاي او شايفك ازاي. شخص بيتحمل كتير قوي، شخص يعني بيتحمل مقاسي وصعاب، وبتبين بقى ان انت قوي وضعيف في نفس الوقت، لكن نقطة ضعفك مش بتبينها لأي حد انت اللي بتتفرج عليا. عموما الشخص ده شايفك شخص حبوب جدا، شخص معطاء قوي في الحب، شايفك شخص رومانسي كده ومميز، وخصوصا انت لو بنت فبيشوف لبسك مميز جدا، لكن بيشوفك صعب قوي ساعات، وبيشوفك عصبية، او بيشوفك على طول في وضع العصبي او في وضع المستعجل. انت شخص هنا دايما بتستعجل في الكلام، حتى يعني كلامك سريع. الشخص ده شايفك دايما ان انت متسرع، وان انت لما بتروح المكان اللي هو فيه ده لو انت بتشوفه، فانت بتحاول ان انت تخلص المأمورية مثلا او تخلص الحاجة في المكان ده وتمشي بسرعة. فالشخص ده شايفك ان انت متسرع قوي، متسرع في الكلام، متسرع في الافعال، متسرع حتى في الخطوة بتاعك. الشخص ده نفسه دلوقتي يقعد معاك ونفسه تركز كده، تحس ان انت راكز. الحقيقة ان دي من ضمن عيوبك، لكن الشخص ده شايفها ميزة فيك، شايف الحتة دي ميزة فيك، ان انت شخص عملي، وان انت شخص ما بيحبش يتماطل او ما بيحبش مثلا يتنح، فانت مش عندكش خصلة التتنيحة اللي هو انا بتنح للي قدامي، فدي اكتر حاجة عجباه فيك جدا. كمان الشخص ده على فكرة بينك وما بينه مسافات، بينك وما بينه احلام، انت بتحلم بالشخص ده او الشخص ده بيحلم بيك عموما، لكن الشخص ده بيشوفك ان انت حد شبهه قوي. في اشخاص منكم من اللي هي شخصيات الحقيقية، وده واضح جدا في الكارد، طلع لك ان في ظل ما بينكم او في غموض ما بينك وبين الشخص ده، في حته غموض وفي مسافات كمان، في مسافات، بعد مسافات،
بلاد بينك وبينه، انت من بلد وهو من بلد، بينك وبينه حتى فرق في السن، فرق في السن. الشخص ده ممكن يكون من حروف اسمه الان او انت من الحرف ده، لكن الشخص ده بيشوف فيك مميزاته، مميزاته. الشخص ده مستحوذ على تفكيرك بطريقة يعني صعبة. انت متعلق بالشخص ده، انت متعلق بيه، انت متعلق بالشخص ده، لكن في حد فيكم بيراقب التاني، بيراقب التاني من بعيد لبعيد، بيراقب التاني من بعيد لبعيد. طيب عندنا كمان انت طالع بمنظر القوي اللي ما فيش حد قدي، وانا كل شخصيتي مش زي عند اي حد، وانا مميز وانا اقدر اعمل اللي انا عايزه. وكمان انت لو بنت بتحاولي ان انت تلبسي بناطيل الستريتش اكتر لبسك، يعني ممكن تكون اللبس ده موجود في البيت عندك، يعني تلبسي، بتلبسي اكتر حاجه بناطيل، بس الشخص ده شايفك او شايفك ان انت قوه شخصيتك طاغيه قوي على اللي جواك، بيحس ان انت بتبين لناس قد ايه انت شخص عنيد، قد ايه انت شخص تقدر تعمل كل حاجه، لكن الشخص ده بيضحك عليك من تحت لتحت، حس ان انت مهما كنت بتبين لي ان انت قوي، لكن انا عارفك من جوه. على فكره الشخص ده عارفك قوي 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 من جواك، عارف ان انت شخص يعني ضعيف من جوه، ضعيف من جوه، مش ضعيف شخصيه، لا ضعيف يعني. انت مش هقولك ان انت بتحب تتجمل، ممكن يكون انت بتحب تتجمل قدام الشخص ده، فهو شايفك كده، شايفك ان انت بتتجمل شويه، او بتبين عضلاتك بقى لو انت ولد، او بتبيني، بتبيني قد ايه انت جامده بقى وصعبه والكلام ده. فالشخص ده هرشك قوي وعارف النقطه دي فيكي، وعارف ان انت بتخفي ورا ده حاجه او شخصيتك الحقيقيه. كمان الشخص ده بيشوفك ان انت مستفز جدا، شخص سعيد بيبقى مستفز خصوصا في حكايه الغيره، فالشخص ده انت بتحب تبين له ان انت بتغير عليه او هو بيغير عليكي، معنى هو انت بتحب تشوف غيرته عليك، انت بتحب تشوف غيرته عليك، لكن هو شايفك ان انت شخص في الحب بتغيظه قوي او بتثير غيرته قوي، بتثيري غيرته جدا، خصوصا لو انت بتلبسي ضيق شويه او نوع لبس تري، وخصوصا كمان لو انت ولد ورايح جاي قدام الشخصيه دي، لو انت ولد وبتروح وتيجي قدام الشخصيه دي، فالشخصيه دي ساعات انت بتستفزها، بتستفزها بايه كمان؟ ببرودك، فالشخص ده ساعات بيشوفك بارد كده او مستفز. كمان الشخص ده شايفك ان انت حد رومانسي جدا وحد ليلي قوي، وغالبا بتحبي تكلمي الشخص ده لو انت بتكلميه، لو في ما بينكم كلام فقط، كلام بطريقه عمليه، الشخص ده شايف ان انت بتكلميه اكتر وقت هو بالليل او لما تفضي بقى خالص. الشخص ده بيشوفك ان انت شخصيه ليليه، وممكن كمان بيشوفك بتسهري، بتسهري مثلا على النت، بتسهري بره البيت، ولكن الشخص ده شايفك حاجه حلوه قوي، شايفك شخص رومانسي جدا وفي نفس الوقت صلبه جدا، صلبه جدا، شخص صابر عليك او صابر عليك. الكروش ده بيتمنى معاكي كمان لحظه رومانسيه، وده كده ان انت شخص عفوي، شخص بيبان بطريقه عفويه، يعني ممكن اللي بيقولوا ايه، اللي على قلبي على لساني، فانت ممكن تكون انت اللي على قلبك على لسانك، بتحب ان انت تعبر عن اللي جواك، مش مهم بقى اللي قدامك يزعل يطقي، مش مشكله، المهم انا بعبر عن اللي جوايا خالص. فانت شخص ده، الشخص ده عاجبه فيك الحته دي، وللبعض منكم انتوا اشخاص هاديه جدا، ما بتحبش يعني ما بتحبش تبادر، والشخص ده عاجبه جدا تقلك قوي او تقلك قوي، لكن عارف ان انت شخص الماسك اللي لابسه ده مش لايق عليك. كمان الشخص ده شايفك حد بيجري ورا احلامه، شايفك حد منطلق جدا في الحياه، بيشوفك حد حالم قوي، يعني انت انا حاسه ان اشخاص منكم اشخاص حالمه، ولكن حلمها بيتحقق على فكره، انت حلمك بيتحقق على ارض الواقع، انت بتحلم بحاجات بتتحقق. والشخص ده ساعات بيخاف منك، بيخاف من احلامك،
بيخاف من احلامك. وعلى فكره الشخص ده بيتابعك على وسائل التواصل الاجتماعي او في نفس المنطقه عندك او في نفس الدوله للبعض. على فكره الشخص ده بيفكر يرتبط بيك او بيفكر يعني يبقى في ما بينكم مناسبه او هتتقابلوا في مناسبه قريب. انت والكراش ده هتتقابلوا في مناسبه قريب جدا، مناسبه زواج او خطوبه او في تجمعات يعني، او في تجمعات بس التجمعات دي فيها مناسبه معينه او احتفال معين. يا ده الشخص ده بيميل ليك جدا، بيميل ليكي جدا. على فكره انت لما بتدي ظهرك للشخص ده الشخص ده بيبص عليك، خلي بالك يعني لو انت في مكان وتدي ظهرك للشخص ده فالشخص ده بيبص عليك، بيبص عليك من ظهرك. في حد بينك وبين الشخص ده؟ يس، في حد بينك وبين الشخص ده بيغير جدا من المعامله اللي بيعملها لك الكروش بتاعك او اللي بيعملها لك الحبيب بتاعك ده. لو انت يعني معاه في نفس المكان، لو انت مش معاه في نفس المكان ففي حد بيطارد الشخص ده وعينه عليه، وعينه عليه. طيب الشخص ده بيشوفك من عيوبك ان انت لابس ماسك، لابس ماسك عليه، ان انت ما بتقولش كل اللي جواك، وده باين جدا من طاقتك ان هي طاقه تيان. ما بتقولش كل اللي جواك، شخص خجول جدا ما بيعرفش يعبر، والشخص ده نفسه جدا يقرب منك جسديا. على فكره الشخص ده عايز معاك زواج او ارتباط يا اصحاب المجموعه الاولى. الشخص ده بيفكر في الارتباط بيك جديا، يعني الشخص ده جاد معاك، جاد معاك جدا، جاد معاك جدا. الحقيقه ان مفيش عيوب كتير قوي الشخص ده شايفك فيها، لكن بيشوفك يعني مميزاتك ساعات بتقلب عيوب، اللي هو انت شخص قلاب، يعني بيشوفك ان انت شخص متقلب كده، وساعات ما تبقاش على بعضك، وساعات تهرب، وساعات ما تعرفش تعبر، لكن اللي بتعبر عنه هو ان انت عايز تفرد نفسك. الشخص ده شايفك ان انت عايز تفرد نفسك. يس ذا لافرز، هي ذا لافرز. الشخص ده بيحبك، الشخص ده بينك وبينه حب، او هيبقى بينك وبينه حب في يوم من الايام. الشخص ده بيحبك، الشخص ده طالع بطاقه اللافرز، معنى كده ان الشخص ده بيحبك وبيحس بيك على فكره وبيحلم بيك. انا قلت لك بينك وبين الشخص ده احلام، بينك وبين الشخص ده احلام. الشخص ده يا اما بيحلم بيك يا اما انت بتحلم بيه. فالشخص ده شايفك بطريقه حلوه جدا على فكره، الشخص ده بيحبك. حتى لو انا قلت لك لو العيوب بتاعتك هو عارف ان هي مش لايقه عليك، او انت اللي بتعمله ده مش هجيب معاه سكه، انا كده كده بحبك. فانت ما تحاولش تظهر بمظهر اللي انا الولد القوي والولد اللي بيفرد عضلاته، او البنت اللي بتفرد شخصيتها، شخصيتها. فالشخص ده لا، الشخص ده بيحبك يا فندم، ذا لافر. الشخص ده بيحبك وناوي معاك ارتباط، ناوي معاك ارتباط. وزي ما قلنا في ما بينك وبين الشخص ده حد، الحد ده بيحاول يقرب مني او بيغير من العلاقه اللي ما بينك وما بينه. وعلى فكره لو انت لو انتوا بينكوا شات، فالشخص ده بيحب جدا يكلمك بالليل، او انت يا ريت تتفرجي عليا بتحب ان انت تبعتيه بالليل او تراقبيه بالليل. بما انكوا كراش الشخص ده بيراقبك اكتر حاجه بالليل، المون حبيب. الشخص ده بيحبك يا اصحاب المجموعه الاولى، الشخص ده بيحبك. طلع لكم برضو من ديك تانية ان الشخص ده بالنسبه لك انت حبيبي، اما انت بتحبه يا اما الشخص ده بيحبك. ولكن في طاقه الشخص ده حب يا فندم، فالشخص ده تاكد ان هو بيحبك وبيكن ليك مشاعر بطريقه ما، بيكن ليك مشاعر. فدي كانت الحاجات اللي شايفها فيك على السريع. يا رب يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم يا ريت تدوسوا لايك على الفيديو. وشكرا ليكم، واشوفكم في الفيديو ان شاء الله على خير. سلام. يلا بينا ناخد اصحاب المجموعه الثانيه اللي اختاروا حجر عين النمر اللي بالشكل ده. تعالوا نعرف دلوقتي الكروش بتاعك او الشخص اللي انت حاطه في دماغك او الشخص اللي انت بتراقبه، الشخص اللي حابب ان انت بقى ايه تراقبه من بعيد لبعيد كده وتعرف اخباره وتحس ان انت هو ده وانا عايز ده. على فكره إيه انت الاشخاص اللي بتتفرج عليا هنا اشخاص حاطه دماغها في جواز او عايزه ترتبط بالشخص ده، واول ما بتشوفه بيحصل لها ارتباك او بيحصل لها تغيير في الطاقه بتاعته، سواء انت كنت ولد او بنت ياللي بتتفرج عليا. الشخص ده عموما معاك في الشغل، معاك في الشغل. الشخص ده غير فيك حاجات كتير قوي على فكره، غير حاجات في شخصيتك، او انت نفسك تتغير عشان الشخص ده. حس ان انت لازم تغير في شخصيتك عشان تعجب الشخص ده مبدئيا.
انت الشخص ده شايفك او الكراش بتاعك شايفك ان انت شخص اكبر منه او هو اكبر منك في السن، وشايف ان انت شخص مسؤول وعندك اطفال للبعض. شوفنا ممكن يكون برج الاسد او من الابراج الهوائية النظرينة الشورد. الشخص ده زي ما قلنا يا اما انت غيرت فيه حاجات يا اما هو غير فيك حاجات. انت عرفت الشخص ده من بعد ما فقدت حد، من بعد ما فقدت حد، وانا قلت لك ان الشخص ده شايفك انت اكبر منه. لكن الشخص ده انت معايا بقالك سنين قوي واصبحت العلاقة كراش البعض منكم، البعض منكم دي كانت علاقة حب واصبحت علاقة كروش. وطبعا مينفعش اصلا ان انا بعد ما احب انسان ابقى كروش لي او هو يبقى كروش لي. دي علاقة نضحك على بعض. شخص شايفك ازاي؟ شخص شايفك ان انت حد متألم جدا من العلاقات عموما. الشخص ده شايفك ان انت مسجون في خوفك. شخص خواف جدا، شخص بيخاف قوي قوي قوي، وعلى فكرة الشخص ده بيتمناك. الشخص ده عارف كويس جدا للبعض منكم ان انت بتجري وراه وان انت بتراقبه. الشخص ده عارف ان انت بتراقبه، عارف كويس جدا ان انت بتراقبه. كمان الشخص ده بينك وبينه علاقه ثلاثيه، 3 اوف شورد، علاقه ثلاثيه هنا. او انت متزوج، وخصوصا انت طالع ان انت ممكن يكون عندك اطفال وبتحاول توازن بين قلبك وبين عقلك. اصعب حاجه في الدنيا ان البني ادم يعمل بالانس، يعني يعمل بالانس بين قلبه وعقله. يعني اصعب حاجه في الدنيا، اصعب شعور في الدنيا ان انت تعمل بالانس بين عقلك وقلبك، وان انت تبقى في صراع بين العقل وبين القلب. انت ده في الطاقه دي، دي طاقتك، طاقتك اللي غالبه دلوقتي ان انت بتعمل بالانس ما بين عقلك وقلبك. والشخص ده كمان شايف حيرتك قوي، شايف ان انت شخص محتار، شخص متالم من علاقه سابقه، سواء كانت العلاقه دي فيها اطفال او زواج او ارتباط، ايا كان بقى حياتك او قصه حياتك ماشيه ازاي. وكمان الشخص ده بيشوفك ان انت بتتغير، ساعات بيشوفك كده من عيوبك ان انت بتتغير عليه، او انت كل شويه تهدده بالرحيل، او تهدده ان انا ماشي، او ان انا هسيب العلاقه دي. بس في نفس الوقت انت بترجع للشخص ده، وعلى فكره في بينكم كلام بالتليفون او مكالمه تليفونيه، ولكن في حد فيكم لابس ماسك على التاني، مش مبين شخصيته على التاني، او مش حابب يقول للتاني ان انا عايز اسيبك او ان انا عايز انهي القصة، او مش حابب ان هو يقول للتاني قد ايه انا متألم بالقناع اللي انا لابسه قدامه. انا عايز ابقى حقيقي. ممكن ظهر لي هنا رقم 7، فممكن يكون شغل برج السرطان او الاوراق المائية، او ممكن يكون بينك وبينه 7 سنين، او في حد في عيد ميلادك رقم 7، او رقم 7 بينك وبينه بقى. شوف بقى قابلته شهر 7، يعني ايا كان بقى 7 بتتصل بيه، يعني ايا كان الرقم. المهم عندنا الطاقه الباطنيه بتاعت الكارد. الطاقه بتاعت الكارد طالعه ان انت شخص بيلبس ماسك، او شخص شايفك كده، شايفك ان انت بتلبس ماسكات عليه كتير قوي، وان انت ممكن كمان للبعض منكم انت بتتصل بيه من ارقام غريبه ممكن. لكن الحلو في الموضوع ان الشخص ده شايفك ذا ستار. ممكن تكون انت على وسائل التواصل الاجتماعي كتير جدا، ومشهور في حته شغلك، في مكان شغلك يعني، او انت مشهور في حاجه، والشخص ده بيحس ان انت فريندلي قوي وبتكون صداقات، وبيبص عليك من بعيد لبعيد. الشخص ده بيبص عليك من بعيد لبعيد. على فكره انت بتشوف الشخص ده او بيشوفك، كينج اوف كاب. الشخص ده بيحبك وعامل نفسه ان هو عبيط وهبل عبيط وهبل، بس الشخص ده بيكني ليك محبه. يعني لما بيديك ظهره عارف كويس جدا ان انت بتبص له، ده لو انت في نفس المكان. فالشخص ده عارف ان انت معجب بيه اصلا، وعلى فكره عارف ان انت بتراقبه. ده مبدئيا الشخص ده عارف ان انت بتراقبه، وعارف ان انت بتبص عليه من بعيد لبعيد، يعني انت طالع بالستور، فشايفك ان انت بتظهر في اوقات معينه كده. وعارف كده الشخص ده معجب بلبسك وبشكلك، انت جذاب للشخص ده. دي من ضمن المميزات اللي شايفها فيك، من ضمن المميزات اللي شايفها فيكي او فيك ان انت بتحبي تغيري في لبسك كتير، او بتحبي تغيري مش شخصيتك قوي، لكن انت بتحاولي ان انت تتلوني قدام الشخص ده. الشخص ده هارش الموضوع ده، فبلاش التلون ده.
اتعاملوا بشخصياتكم الحقيقية. او ممكن يكون الشخص ده برج الدلو او انت برج الدلو، او من صفاتك، من صفات برج الدلو يعني، او برج الشيطان زي ما قلنا. الشخص ده على فكرة بيشوفك ان انت ما بتعبروش ساعات، من ضمن العيوب بتاعتك ان انت ما بتعبروش، وان انت بتعمل معاه مشاكل كتير، وان انت بقى ايه بتتلكك. عارفين اللي بيتلكك؟ انا بتلكك لك، انا بقى ايه بتلكك لك وعايز اتعارك معاك، وبينك ان انا فرحان ومبسوط، بس انا من تحت لتحت ايه بقى ببين ان انا فري، وان انا شخص ما حصلش، لكن انا جواه مشاكل الدنيا كلها، وانا عندي مشاكل وصراعات. انت عندك مشاكل يا اصحاب المجموعه التانية، انت عندكم مشاكل خصوصا في البيت او في نفسنا مع اصحاب. انت بتنفسن على الشخص ده مع حد، الشخص ده عارف كويس جدا ان انت بتنفسن مش عليه، لكن بتنفسن على اللي حواليه، بتنفسن على اللي حواليه، وبتحاول تبين تغير من نفسك عشان الشخص ده يعجب بيك. والشخص ده عارف كويس جدا ان انت بتعمل مستحيل علشان توصل له. انت بالنسبه للشخص ده ايه؟ انت بالنسبه له ستار. الشخص ده بدا يعجب بيك، وعلى فكره الشخص ده كمان بيراقبك، لانه ذا ستار بتقول انه ممكن الشخص ده كمان بيراقبك، يعني بيراقبك. في طاقه هوائيه ما بينك وبين الشخص ده، يعني انا كده ان في طاقه مراقبه، في طاقه مراقبه، خصوصا الشخص ده بيسمعك في حته. احنا قلنا ممكن يكون بيتصل بيك كمان. الشخص ده من المميزات اللي بتعجبه فيك صوتك، او نبره صوتك، او طريقتك في الكلام. ايس اوف كاب، على فكرة انت في شخص هيدخل في حياتك، بس الشخص ده انت هتتعارك معاه في الاول، او هيبقى بينك وبينه عركة، يعني بينك وبينه عركة. لو انت متخاصم مع الشخص ده، اوكي، لو انت متخاصم مع الشخص ده، يعني لو انت بتكلمه متخاصم معاه، فالشخص ده هيجدد علاقته بيك، او هيجدد شغفه بيك، او الحب اللي ما بينكم هيرجع تاني، او القصة رجع. لو انت مفيش بينك وبين الشخص ده عركة، او مفيش بينك وبين الشخص ده مشادات، ففي علاقة جديدة داخلة في حياتك، في شخص جديد معجب بيك وانت مش حاسس بيه، او انت مش عارفه. الشخص ده داخل حياتك ان شاء الله، ان شاء الله داخل حياتك، غير الشخص ده، غير الكراش ده. لو انت يعني متفارق مع الكراش ده، ففي حد جديد داخل حياتك. عندنا التوب بنتكل طلعالك، بتقول ان الشخص ده محتار بينك وبين حد تاني، او بيشوفك كشخص عفوي طفولي قوي. انت بتتفرج عليا بيشوفك بنت عفويه قوي، طفوليه قوي في تصرفاتك، يعني عيله كده، عيله. الشخص ده ساعات مش بيفهمك، من عيوبك ان هو ساعات مش بيفهمك، يعني انت بتتعاركي ولا بتهزري، ولا انت ماشيه، ولا انت حركاتك طفوليه قوي، وعلى فكره انت ما بتعرفش تاخد قرار في حياتك غير بصعوبه جدا. لما بص تدوق الالم تحس ان انت بقى ايه، ساعتها بتتغير، او ساعتها بتعرف تتغير. الشخص ده كمان من مميزاتك ان هو بيشوفك صغير في السن، مهما يعني تكون كبير بالنسبة له، لكن الشخص ده بيشوف روحك اكتر، بيشوف روحك طفولية قوي. دي مميزات اللي شايفها فيكي او فيه. يا شخص ده شايفك بطريقة حلوة جدا، امبرس الامبرس. الشخص ده شايفك امبرس في نفسك، او طالع طاقة الامبرس سوري، طاقة طفولية. على فكرة عندك مناطق أنثوية في جسدك الشخص ده بيحبها جدا، تمام؟ انت طاقة أنوثة عالية قوي، وطاقة ين عالية جدا، والشخص ده على فكرة بيتمناكي أو بيتمناك، بس في طرف تالت ما بينكم، يا انت يا الشخص ده. عموما انت طالما دخلت على الفيديو هنا، يبقى الشخص ده هو اللي عنده طرف تالت وعنده مشاكل، وفي ناس كتير معجبة بيه، تمام؟ بس الشخص ده مش فايق أصلا. في ناس بتتعارك على الشخص ده يا فندم، في ناس بتتعارك عليه. دي طاقة تالتة غير الطاقة اللي احنا قلناها. احنا قلنا هنا لو انت متعارك مع الشخص ده، ففي شغف جديد، والحب منكم هيتجدد، او الاعجاب منكم هيتجدد تاني. لو مفيش عارك، مفيش مشادات، او مفيش مشكلة، يبقى الشخص ده في ناس كتير قوي بتعارك عليه عشان ترتبط بيه مثلا، لان الرينج هنا ظهر، ففي ارتباط هنا لازم يعني، او مثلا حد من العيلة بيتعارك معاه بخصوص مثلا هو لازم يرتبط في الوقت ده، ولازم ولازم. فالشخص ده ناس كتير قوي في شد وجذب عشان ياخدوا الشخص ده، او عشان يرتبطوا بيه، وظن هيبقى بنات كمان، بنات. وانت عارف ده، يعني انت بتغير جدا على الشخص ده على فكره،
بتتعامل مجموعه تانية ناس غيوره جدا جدا جدا، وناس بتحب الليل والخفه، خصوصا انتوا اخترتوا عين النمر واللون الغامق يعني، فانتوا طاقات ين اغلبكم هنا طاقات ين. آه زي ما قلنا الشخص ده من مميزاتك ان هو شايفك طفولي جدا او شايفك طفوليه جدا، وبيعجبه جدا على فكره شعرك او ربطه شعرك او ايا كانت القصه بتاعتك، فالشخص ده بيعجبه لون شعرك او بيعجبه حاجه في جسدك، حاجه في جسدك. الشخص ده معجب جدا، شايف فيك طاقه انوثه كبيره عاليه جدا، امبرس مش حاجه بعد الامبرس. الشخص ده شايفك ان انت طاقه انثويه عاليه عليه. الشخص ده بيحس كمان ان انت عاليه عليه قوي، ان هو صعب يوصل لك الستور، صعب جدا اوصل لها، او فيها مميزات انا صعب اوصل لها، لكن في عائق ما بيني وما بينك. فالشخص ده بيفكر كده بالطريقه دي. على فكره الشخص ده بيغير عليكي او عليه، وساعات بتتدلع. الشخص ده اكتر حاجه بيغير عليكي فيها ان انت بتتدلعي زي الاطفال، وان انت ساعات بتعملي الكلام مثلا بلسانك، ساعات مثلا تتدلعي عليه تقولي كلام مثلا كده يعني. الشخص ده بيغير من النقطه دي. من العيوب بتاعتك ان انت شخص انعزالي جدا، وان انت لما بتحبي تخرجي من اي علاقه بتعرفي تخرجي او تعرف تخرج، وان انت شخص بيحب يقعد لوحده كتير، مش بيقول اسراره لحد، مش بيقول اسراره لحد. وكمان في قرار انت عايز تتخذه عشان خاطر الشخص ده، في قرار في دماغك انت عايز تاخده. انت بتفكر في الشخص ده كتير قوي على فكره، خصوصا من في الحمام. الحمام انت يعني ممكن وانت تاخد شاور او انت بتاخدي شاور تفكري في الشخص ده، ممكن دي طاقه للبعض. البعض التاني انت تحب تعمل مديتيشن او تحب تعزل نفسك عن كل الناس. وعلى فكره في ناس قلت لك في العيله بتاعتك عايزك ترتبطي او عايزك ترتبط، او لو انت بنت يجيلك عرسان كتير لك انت بتفكري في المواضيع دي بلاش. بصوا اقول لكم حاجه، اي موضوع مرتبط بالعاطفه وفي شك ابعدوا عنه، الغوه خالص من العقل. ليه؟ لان لو الموضوع فعلا من الروح عمره ما هيبقى فيه شك. دايما لما بيجي لك طاقه الشك فاعرف ان الموضوع ده فيه حاجه غلط، او ان الفكره غلط، او ان الفكره مش داخله او مش مندمجه مع روحك. فدايما الشك في اي حاجه تدخلها بيبقى فيها وراها او وراها مشكله، او بيبقى وراها ان، او بيبقى وراها عوائق. دايما الشك، طاقة الشك بيبقى فيها عائق. فطالما انت يا فندم طالع بطاقة الشك، وطاقة بيحبني ولا لأ، بيتمنني ولا لأ، طب هنبقى لبعض ولا لأ، فانت محتاج ان انت تقرر انت عايز ايه، وما تخليش حد يقرر حياتك، انت قرر حياتك بنفسك، انت قرر انت بتحب ايه وعايز ايه. لو انت عايز الشخص ده شيل الماسكات وتعامل معاه بكل اريحية وبطبيعتك. الشخص ده بيحب طبيعتك جدا، على فكره الشخص ده معجب بحاجات كتير قوي فيك، مش ما وصلتش لدرجه اللافرز الحب، ولكن الشخص ده بيعجب بيك في حاجات اكترها جسديه، اكترها جسديه قوي. ولكن الشخص ده عارف ان انت شخص مش بسهوله تضحي او مش بسهوله تبادر، تمام. فدي كانت القرايه بتاعتكم، يا رب تكون القرايه عجبتكم وانطبقت عليكم. يا ريت لو انطبقت القرايه تعملوا لايك للفيديو، واشوفوا فيديو جديد ان شاء الله على خير. سلام.